عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل الحال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وبإذن الله النهاردة الفيديو بتاعنا النهاردة هيبقى فيه حاجات كتير كويسة جدا. الناس اللي طلبت مني جمع بيض أم شيماء، إن شاء الله النهاردة يا جماعة في قلب الفيديو هنجمع البيض وهنعلف وهنعمل كل حاجة هنا في قلب المكان. يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان تشيروا الفيديو علشان الناس كتير تشوف الفيديو بتاعنا النهاردة اللي احنا ان شاء الله هنعمله، وهقول لكم هنعمل ايه بالظبط النهارده ان شاء الله يا جماعه. جايين نجمع البيض، شايفين البطه بتاعت الشمال ديت؟ البطه ديت اصلا جت تاكل لانها اي مصر من على البيض، يعني جت تاكل وطارت، شافتنا واقفين راحت طايره من فوقنا وراحت رايحه على العشه هنا كده زي ما انتم شايفين. الدنيا كلها ما شاء الله، يعني الدنيا كلها بايظه، حتى الديك الرومي بيقف ياكل في قلب الجرميل بتاع العلف. تعال اول نغطي الجرميل كده وننزله، يلا تعال. انا جبت لهم العلفه وراح ايه، راح هو طلع ياكل من قلب البرميل، ما ينفعش ياكل لا من البتاع لا. ده طبعا يا جماعه البرميل دوت ده في العلف بتاعه، ده في العلف بتاعهم اهوت، وده طبعا في العلف بتاع الحمام هنا برميلين اثنين اهوت. هنا طبعا بقى الحمام ان شاء الله، لو انا نهيت ان انا اصوره لكم النهارده هصوره، ما نهضناش ان شاء الله هصوره لكم في فيديو تاني لوحده باذن الله. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه إيه، علفناهم حطينا الميه بتاعتهم، وطبعا لو في اي مكون ولا حاجه بنحطه في الميه، وهنجمع ان شاء الله البيض. وهقول لكم بقى الناس اللي بتقول لي دايما ليه مشيماء الفراخ بتاكل البيض، وليه الفراخ دايما بتبيض عندي بيضه برشت، وكمان الفراخ عندي بيضها قليل في الشتاء. كل الحاجات دي ان شاء الله هتشوفوها معايا في الفيديو النهارده، وهقول لكم اكتر حاجه هتزود معاك البيض. واقول لكم برده الناس اللي بتسالني بتقول لي مشيماء الفراخ دايما بتاكل عندي البيض، هقول لكم على حاجه كويسه جدا. هنبدا دلوقتي بالفراخ اللي بتاكل البيض. اول حاجه هنجيب مقص ونجيب الفرخه، وهقول لكم على المنطقه اللي انتم لازم تقصوها، بس همسك لكم كده الفرخه الاول. دي طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين ده فرخه بتبيض اهي. طيب لو انا لقيتها مثلا بتاكل بيض ولا حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب بوزه كده، بوزه من عند المنقار من اهوت، من عند الدبدوبه اللي فوق، عند الدبدوبه من فوق كده اهو، من هو يعني اللي تحت دي لا، اللي تحت لا، هي اللي فوق دي بس من عند الدبدوبه اللي هي ايه؟ الحته اللي هي مقروشه جايه. انا ممكن اعملها قدامكم بس ايه يعني عشان بس في ناس تقول حرام ومش كده. بصوا اهي، هو ده طبعا المقص ده اللي لقيته هنا لان ما كنتش عامله حسابي. بصوا من عند الحته ده كده اهوت ايه، وهقوم قصه المنطقه ده اهي ايه، يعني حاجه بسيطه لسه ما تخليهاش تخر دم، حاجه بس بسيطه من عند الدبدوبه كده. طيب ده كده خلاص احنا قصيناها اهيت. طب هنعمل ايه؟ عندنا برضو عندنا برضو يا جماعه الصدف، الصدف كويس جدا، الكيلو فيه بجنيه، وفي ناس بتقول لي فين ابو بجنيه دي يا ام شيماء؟ احنا عندنا فعلا والله يا جماعه بيتباع الكيلو بجنيه، لان اصلا هو يعتبر ملوش سعر، يعني هو بيجي اللي هو الصدف بتاع البحر اللي هو عامل زي المطحون ده بيبقى كويس جدا، ده يعتبر كلسم، وده كلسم طبيعي كويس جدا، ممكن انت تشتري الكيلو بجنيه، حتى لو انت بتباع عندكم مثلا الكيلو ب 2 جنيه ولا حاجه، يعني يعتبر برضو فلوس مش غالي. هاتيه حط منه للفراخ في وعيه كده لوحده، وسيبهم قدام الفراخ ليل ونهار، ده بيعوض نقص الكالسيوم اللي عنده. تمام آه، عندنا برضو اللي هي الايه اللي ممكن تجيبي كالسيوم من عند البيتري، ممكن تجيبي شويه ملح صغيرين، خدي بالك دي وصفه يعني سهله وبسيطه جدا آه، معلقه ملح صغيره كده، معلقه من بتاعه الاكل يعني ملح بتاع الاكل من بيتنا عادي، وبقى اللي بقى له في قلب الميه بتاعتهم، ده بيعوضهم عن نقص الكالسيوم برضو اللي موجود عندهم، ده بيبقى حلو قوي. تمام كل الحاجات كويسه يا جماعه إيه، كويس جدا برضو للبيضه اللي هي بتبقى نازله برشت ديت، كل اللي انا بقول عليه دوت ده برضو بيبقى حلو قوي للبيضه اللي هي برشت. اما بقى الناس اللي بتقول ان البيض عندي بيقل او بيخف في الشتاء، حاولوا ان انت تدفي الطيور معاك، ده شيء اساسي ان احنا عندنا البيض يا جماعه بيخف في الشتاء. ليه؟ لان الجو بيبقى برد، فده شيء طبيعي ان الطيور عندنا بيضها بيخف شويه. فانت لو انت عايزه تزودي عندك انتاج البيض، حاولي ان انت تدفي الفراخ، يعني مثلا إيه سايباهم النهار دوت بس على ما ياكلوا هنا في قلب المكان ده، وبعد كده ان شاء الله هدخلهم جوه العشه علشان ادفئهم البرد. تمام فالتدفئه كويسه جدا ومهمه جدا. طيب نعمل ايه تاني؟ في خلطات كتير انا كنت عاملاها يا جماعه على القناه، كويس قوي
عندنا حبه البركه برضو لو انت جبتيها. عندنا المورنجه، عشبه المورنجه ديت بتتباع عند العطار. كل الحاجات ديت انا كنت عملتها لكم في قبل الفيديوهات، وده من احسن الحاجات اللي هي بتزود معاك انتاج البيض. عندنا يا جماعه الرز، لو انت عندك بواقي بيت، اكل البيت ممتاز جدا، اكل البيت خد بالكم محدش يستهون به، لان ده من افضل واحسن الحاجات اللي بتزود معاك انتاج البيض وبتكبر معاك حجم البيض. تمام، كل الحاجات ديت انا قلت لكم عليها في بدايه الفيديو اهيت قبل ما حد يقدم او يؤخر، علشان ايه انتوا برده كلكم تستفادوا بيه. يلا كده بقى يا جماعه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللي نسي يحط لايك يحط لايك، ويلا نجمع مع بعض البيض وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. يلا كده يا جماعه بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا باول حاجه. انا عملت الفيديو ده مخصوص عشان الناس اللي قالت يا ام شيماء عايزين فيديوهات جمع بيض. ان شاء الله انا هعمله لكم النهارده اهوت. ده طبعا يمكن انا بقالي هنا يومين او ثلاثه ما لمتش البيض، فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا هنا بيضين مع بطه لسه بيض اهيت، ده بطبط يعني انتوا شايفين ده بطبط. وتعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجمع البيض بتاع الفراخ من هنا. لسه في برضو فراخ بتبشر اهيت، لسه بيضها صغير بس مش مشكله يعني ما شاء الله هيكبر. اللي هو اللي بيض الاول، اللي بيض الاول تبص تلاقيه ما شاء الله البيض بتاعه او الحجم البيض بتاعه بيبقى حلو يعني ايه يدوبك كده. والناس اللي بتقول لي البيض عنده صغير، هو يا جماعه الفراخ اول ما بتبشر بتبدا بالبيض صغير. اه بصوا زي ما انتم شايفين كده، نشوف البيضه ديت يقول عليها بيضه حمام اهي. بس شويه شويه يعني تبص تلاقي ايه يبدا يكبر لوحده. ده كده خدنا اللي في القفص اهوت. تعالوا بقى كده نشوف اللي الجردل دوت فيه حاجه ولا لا. تعالوا بقى كده يلا نشوف اللي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم بالراحه كده لو يكون في حاجه. اه هو في هنا برده بسم الله ما شاء الله اهو. هو انا حطيت لهم في العالي لان بقيت الاقي هنا اللي بيطلعوا فوق العشش اهو. إيه على فكره يا جماعه برده الناس اللي هي ايه عندها فراخ مثلا متوهه على العشش ولا حاجه، حاولي ان انت تسيب لهم رقوبه كده علشان يبيضوا عليها. زي ما انا لقيت كده على العشه هنا بالظبط، العشه اللي انتوا شايفينها الثانيه ديت، لقيت هنا في فراخ بيضه برده سبت لهم رقوبه بسم الله ما شاء الله بيبيضوا عليها دلوقتي. وانا خلاص كده عرفت ان المكان دوت هو بتاع البيض بتاعهم، علشان كده بطلع اجمعه على طول. فهنا ايه ما شاء الله برضو اهوت. احنا قعدنا فتره جامده برضو يا جماعه، يعني كنا محرومين من بيض البلد ده، قعدنا فتره كبيره وما كنتش برضه اشتريه من بره، علشان طبعا يعني ايه انا بحب ان يعني ما بحبش انا اشتري البيض من بره، بس كنت مجبوره والله اشتريه من بره. كنت برضو ايه يعني كنت بضطر ان انا اشتري. هسيب الرقبة دي هنا برضو في المكان اهوت علشان يبيضوا عليه، وهسيبها زي ما هي كده. هنا بسم الله ما شاء الله جمعنا كمية كويسة. تعالوا بقى يلا نشوف لو في حاجة على العشة ولا حاجة نجيبها. معرفش بقى اللي معرفش بقى هلاقي حاجة تحت البطة لان هي مديوة ولا لا، لانهم اصلا هما كانوا بيبيضوا هنا الاول. بس يعني انا ادور برضه بسم الله. لا هي مفيش تحتها، شكلها كده مفيش تحتها حاجه. لا ما نبنا بس اللي قوي من البط. تعالوا يلا كده نطلع بقى على السلم بتاعنا دوت ونشوف لو في حاجه فوق ولا حاجه. هنسيب البط هنا عشان ما يتكسرش مننا على العشا هنا، وبعد كده نطلع على السلم ونشوف لو في حاجه ولا حاجه. هنا برضو يا جماعة برضو بسم الله ما شاء الله برضو عندكم هنا اهو. يبقى احنا كده ايه جبنا هنا اللي على العش اهوت وسيبنا لهم برضو واحدة رقوبة يبيضوا عليها. يبقى احنا بسم الله ما شاء الله جمعنا كمية بيض حلوة، هي مش كبيرة قوي بس ما شاء الله حلو حلو. ليه؟ لأن الفراخ لسه يا جماعة بتبشر، لسه يا دوبك برضو إيه ما دخلتش في العنقود اللي هو يعني إيه الجامد الأول. فهنا ما شاء الله كده. تعالوا يلا نشوف كده 2 4 6 8 10 12 14 16 بيضة حلوين بسم الله ما شاء الله حلوين قوي. 16 بيضة كويسين جدا. خلاص طبعا بقى إحنا سيبنا في كل مكان رقوبة علشان يبيضوا عليها.
فان شاء الله برضو الفيديو الجاي باذن الله انا مش هجمعه الا مجموعه برضو معاكم. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.